بيتكم نور على أبوابكم يهدى إلى أحبابكم وشعاع منهجه بكم في بيوتكم في بيوتكم أسرار قرة عينكم وقرار راحة بالكم عمر على أعماركم في بيوتكم في بيوتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج في بيوتكم. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين سنتكلم عن البناء الذهني العائلي. وضيفنا الكريم هو المستشار نوفل عبد الهادي المصارع، مستشار في الأداء والتدريب والتطوير. حياك الله ضيفنا الكريم. الله يحييك ويحفظك. أهلا وسهلا أستاذنا الكريم. في يعني الآن الناس تعتقد أن تواصلها مع الآخرين أو حتى كلامها، يعني تواصل سواء كان بالجسد أو عبر اللسان من خلال الكلام، أن كلنا تفكيرنا واحد وكلامنا واحد. هل فعلا حنا يعني كلنا تواصلنا واحد؟ لا أكيد لا. طبعا الآن إحنا إذا بنتكلم بسياقات البيت، فأنت قلت عبد الهادي، وعبد الهادي هذا الوالد الله يرحمه برحمته، بما نحن قاعد نتكلم عن البيت إن الله، فكان حكيما ورقيق القلب الله يرحمه. بما نحن قاعد نتكلم يعني عن البيت، الآن البيت يتكون من شنو؟ يتكون من أفراد، هذا الأفراد يكونون بيئة، الفرد يتكون من شنو؟ اللي يهمني أنا في هذا السياق في هذه الحلقة إحنا نتكلم عن الذهن. هل أذهان واحدة؟ لا، إحنا نتكلم عن خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو أخبر بالخلق والصنع، فبالتالي الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيء بسيط وسهل. فالذهن يعني الفهم، وهي عملية معقدة ومركبة، فلذلك الأذهان مختلفة ومتباينة ومتناقضة ومتشابكة. ما في موضوع سهل أبو حسين. نقدر نبني التشكيل الذهني هذا؟ ممكن. شلون؟ القصد الله يسلمك، أنا من تقريبا 17 سنة تخصصت في البناء الذهني. الآن لو تلاحظ في السنوات الأخيرة، إذا أنت الحين عندك موبايل مثلا ولا جوال، تبي تغير فيه أي شيء، وين تروح؟ حق السيتنجز، الإعدادات. زين، اذا في ذهنك تبي تغير شيء وين تروح؟ شيء. تمام. الحين نتكلم عن الذهن، دائما احب ان يكون الكلام موجه يعني متخصص بشيء واحد، حتى مثلا ان لا يتوسع الحديث. الان اذا تكلم عن الذهن نتكلم عن كلمه عظيمه هي الفهم. وكتبت مقوله من زمان، الفهم كلمه تحتاج الى كثير من الفهم. ليش؟ لان بنهايه الامر انت عباره عن مجموعة أفهام متنقلة تنتقل من مكان إلى آخر. فإذا تتكلم عن تشكيل الذهن هم ثلاثة أشياء. أول موضوع المحتوى الفكري. الحين البيت تكون مثلا، يفترض عائلة تتكون من زوج وزوجة ومن مثلا أبناء، ففي محتوى فكري في هذا البيت. شو تقصد بمحتوى؟ محتوى الفكري في عندك معارف، عندك مهارات، عندك مثلا أفهام معينة. السلوكيات تعتبر من المحتوى الفكري؟ الآن المحتوى نتكلم عن أي شيء في الذهن. السلوك شيء ظاهر يفعله الإنسان، فقد يكون هذا مثل نتاج هذا المحتوى. فمثلا في علوم حقيقية، في علوم زائفة. الآن المحتوى الفكري، فهمك لهذا الدين العظيم، الآن خلينا نكون واضحين، الدين ليس بفكرة، الدين ليس بمفهوم، الدين قال الله قال الرسول في ضوابط معينة. فبالتالي فهمك لهذا الدين يعتبر محتوى في رأسك، أنت شلون تفكر. الآن شنو التفكير أبو حسين؟ هذا كلمة مهمة، هو أن ينتقل الإنسان من المجهول إلى المعلوم، حيث أنه يصل إلى شيء معين. فالمحتوى الفكري مثل الإعلام، أنت الآن في هذه الحلقة احنا شو نسوي؟ محتوى كلامنا، محتوى فكري معين أطرحه للناس حتى يصبح محتوى. الآن هذا المحتوى يحتاج إلى شنو؟ إلى آليات. دائماً أنا أقول أن الأب في البيت في آليات لازم يفهمها، لازم يعرف شلون أن عياله مثلاً أو زوجته شلون تفكر. مثلاً هذا الموضوع يحتاج إلى تحليل، أين فك الكل إلى أجزاء، ونعرف وظيفة كل جزء.
وعلاقة هذا الجزء بالآخر. فهذه مثلا تحليل. في مثلا نحتاج أحيانا الاستنباط في البيت، أن نستخرج معاني من معنى أصلي. مثلا أحيانا نحتاج إلى مثلا استنتاج، نستخرج النتائج من المقدمات من البداية، نقدر نشوف شنو يعني هذه تسميها طريقة التفكير. هذه طرائق التفكير. إحنا الآن قلنا محتوى الفكري. المحتوى الفكري هو عبارة عن العلوم، المعارف، الخبرات، التجارب اللي يمر فيها أهل البيت. الآن أهل البيت يستخدمون هذا المحتوى بآلية. ليش يقول لك الواحد خلني أفكر شوية؟ هو يقصد أنه يحاول أن ينتقل، يعني ينتقي هذه المعارف اللي عنده اللي يحتاجها الآن. اللي من المحتوى اللي عنده. من المحتوى اللي موجود المخزون عنده. أو استشار أحدهم مثلاً. فبالتالي عنده آلية مثل مصنع. يبدأ يفكر. يبدأ ينشغل. ينشغل الذهن في شيء معين. نأخذ مثال أستاذ نوفل. مثلاً خلينا نفترض أنك أنت عندك مشكلة في البيت. مشكلة بسيطة، صعبة، سهلة. دراسة عيال مثلاً. أي موضوع تبي. فأنت تقعد مثلا خلينا نفترض مع زوجتك وتقول والله احنا عندنا هذا المحتوى الان. شو المحتوى؟ ان ولدنا مثلا ضعيف دراسيا، اخلاقه طيبه، اموره زينه، لكن في الدراسه ضعيف. الان هذه المعلومات احنا قاعد نجيبها في المحتوى. فنبدا الان لما جمعنا هذه المعلومات نحاول ان الان نبدا نفكر. احنا الان في البدايه ابو حسين ما ندري شو الموضوع بالضبط، نعرف ان ولدنا بس ضعيف دراسيا، ولكن لما بدينا نفكر عرفنا أن الموضوع ما له علاقة مثلاً بقدراته الذهنية، ولكن بيئة المدرسة تأثر عليه، أو في أحدهم يأثر عليه، أو نفسياً غير متقبل مثل المدرس. فبالتالي إحنا الحين قاعد ننتقل من شيء إلى شيء. يعني هذا نتاج التفكير ولا طريقة التفكير؟ هذا الحين إحنا قاعد نفكر ننشغل. الانشغال أن تنتقل من المجهول إلى المعلوم، أنت بالطريق. وفي نقطة مهمة أبو حسين، أكثر العوائل لا تنهي عملية التفكير. فهي توصل بالمنتصف تفكر وبس، توصل 80% وتظن انها انتهت، بس في 20% قد تكون مهمه. يكون نتاج التفكير له ثمره الشيء ضعيف. ودي نكمل على هالمثال استاذ نوفل. القضيه ان الان الناس بدات تفكر انه والله البيئه المحيطه للولد هي اللي ما ساعدته انه يعني ينجح في دراسته. تمام. ثم الحين وصلنا حق نتاج التفكير مالنا، ان التحدي ان الولد مثلا حددنا وين المشكله، ان مثلا ولدنا عنده مشكله في بيئه المدرسه. فبدال لا نضيع الوقت مثلا ونجيب مدرسين خصوصيين مثلا، او نروح حق المدرسه ولدنا مثلا يحتاج الى تقويه، احنا عرفنا الموضوع في البيئه، في البيئه المدرسيه. فتروح تتكلم مثلا مع الناس المعنيين في البيئه المدرسيه، فنتاج التفكير فادنا شلون نحل هذه المشكله او انقل الولد. ممكن الآن النقل يعتمد وايد في عوامل أبو حسين، الذهن في عوامل وايد. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم دائما لينا هينا؟ لأن الإنسان لما يكون مثلا يكون لين هين سمح، فبالتالي يصير عنده آليات التفكير وايد سهلة. خلنا أعطيك مثال. في بيئة المدرسة شو المطلوب من المعلم؟ أن يوصل معرفة علمية معينة، وهو مسؤول أن ينقلهم من المعرفة العلمية إلى الفهم الشخصي، فهو يحاول جاهداً إلى ذلك. هذه بيئة المدرسة. الآن إذا دشوا نفس الطلبة في البيئة الجامعية يختلف الوضع. فالبيئة الجامعية تبي من يعني الأستاذ الأكاديمي أن ينقل هذه المعرفة العلمية، لكن الفهم عملية شخصية. الطالب هو ينقل نفسه من المجهول إلى المعلوم، وليس المدرس مثل ما كان في الثانوية. الآن الأب في البيت أبو حسين يختلف الوضع. هو مسؤول عن المعرفة، هو مسؤول عن المهارة، هو مسؤول عن الفهم، هو مسؤول عن محتوى الفكر. هل أولاد كل شيء. شنو محتوى الفكر في البيت؟ قيل وقال، كثرة سؤال، تلفزيون وايد، ولا في محتوى فكري معين زين؟ بعدين شنو آليات التفكير؟ خلنا مثلا نفكر بهذا الموضوع. يعني أنت كأنك تدعو أستاذ نوفل للآباء أن يشركوا أبنائهم وايضا زوجاتهم طبعا بهذا التفكير، حتى ما يصير عندهم مشكله ثقل فكري وايضا لا يصير توجه واحد وانشغال كبير. بس استاذنك ان احنا نطلع فاصل ثم نكمل هذا الحوار. اعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود. في بيوتكم حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم في بيوتكم،
وموضوع حلقتنا البناء الذهني العائلي، وضيفنا الكريم هو المستشار نوفل بن عبد الهادي المصارع، مستشار الأداء والتطوير والتدريب. حياك الله ضيفنا الكريم. الله يسلمك ويحفظك. ضيفنا الكريم، قبل الفاصل كنا نتكلم عن تشكيل البناء الفكري، وشون المحتوى الفكري، وشون نفكر، وشلون أيضا شنو النتائج اللي قاعد تطلع عندنا. لكن في شيء مهم أعتقد يعني يكمل هذا الموضوع. إحنا الآن تدري الإعلام قاعد يشكل عندنا قناعات، وأنا قاعد أضرب مثال دائما حق بعض الأصدقاء. الإنسان مثلا إذا كان موجود في قرية ولا في بلد أو عمره ما دش محكمة، هو يتخيل في صورة ذهنه حينما شاهد مثلا فيلم، شاف فيلم ولا شاف، يشوف المحكمة بطريقتها، الحاجب موجود وهذا يعني ينادي بي على صوته محكمة. فالآن هذه تشكلت صورة. شو اللي يشكل يعني هذا الذهن اللي عندنا، أو ما هي العوامل التي تشكل ذهنية الفرد؟ سياق البيت أبو حسين وايد مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الآن الزواج هو عبارة عن شخص يتزوج، فبالتالي هو طالع من بيئة، وزوجته طالع من بيئة أخرى مخالفة ومغايرة، ولابد أن يؤسسان بيئة جديدة. إذا كل واحد منهم يبي ينقل بيئته السابقة راح تبدأ المشاكل. الآن الفرد هو عبارة عن شنو؟ سواء الزوجة والزوجة والأبناء، هو عبارة عن عقيدة. العقيدة هذه الدين، إيمان الجازم بشيء معين والثقة فيه. وين مكان العقيدة؟ العقيدة بالنسبة لي يعني القلب تقصد؟ لا يعني هو الآن هذه عقيدة أنت تنشد يعني. أنا أقصد الآن في البيت. أي. الآن بنشوف شنو يشكل البناء الذهني، جوهر البناء الذهني، جوهر البناء الذهني العقيدة. الآن يعني اللي يشكل ذهني هو عقيدتي اللي أنا أنتمي لها. هذا جوهر البناء الذهني. أول شيء العقيدة، الدين. شلون تفهم هذا الدين؟ الآن بعد ذلك كلمة مبدأ. المبدأ لما يقول البعض يقول أنا عندي مبدأ، لكن لابد أن تعرف شنو قاعد تقول أنت الآن. اللي تقول أنت الآن المبدأ هو عبارة عن اثنتين، واحد أخلاق وقيم. الأخلاق شنو الخلق؟ هو عبارة عن مثلا خلق الرحمة، رقة القلب. مثلا خلينا نقول مثلا الرحمة اللي قلنا هي رقة القلب. عندك الحلم، ضبط الانفعالات. المودة مثلا عندك العفو، مثل ترك المؤاخذة بالذنب. الآن المبدأ يتكون من الأخلاق والقيم. شنو القيم؟ مثل الاحترام، التغيير، الحب، الأداء، المسؤولية، الرغبة. مثلا عندك العزيمة وما أدراك ما العزيمة، مثل الإرادة. هذه عبارة عن قيم. فالمبدأ عبارة عن مزيج من خلق معين مثل الرحمة مع المسؤولية. لابد أن يعني الآباء في البيت لازم يفهمون المعاني الكلمات. لما يقول حق مثلا حتخلك رحيم، لازم يعرف انه قاعد يتكلم عن رقة القلب. لما يتكلم عن مثل المسؤولية، لابد انه يدرك الاب انه يتكلم عن ان المسؤولية التزام ذهني واخلاقي. لما يتكلم عن الاحترام، لابد يعرف ان الاحترام بالنسبة لي ليس خلقا. الاحترام قيمة حياتية اساسها التقدير. عند العسكرية اساسها الانضباط. الانضباط تطويع شنو العقل نحو سلوك معين. الان خلصنا من العقيدة، خلصنا من المبدأ يتكون من خلق وقيمة. القناعات رغم ثلاثة لتشكل جوهر البناء الذهني. القناعات هي عبارة عن اعتقادات ذهنية شخصية بناها الإنسان من خلال حقائق هو يراها حقيقة، ليس بالضرورة هي أصلاً. هل الإعلام يشكل هالحقيقة؟ الإعلام أهم مشكل للنسيج المجتمعي بلا شك وبلا ريب. آخر كلمة في يعني البناء الجوهر الإنسان هو العوامل. الله يسلمك. العوامل الأربعة هو هوى النفس. الهوى النفس هو عبارة عن ميل ذهني وميل نفسي وميل سلوكي بما يناسب أو ينافر الفطرة السليمة. هذول الأربعة يتفاعلون دائما. فالبعض أحيانا مثلا يقدم القناعة الشخصية على الدين، على العقيدة. أحيانا الواحد يقول أنا عندي مبدأ. لما تسأله شلون تشكل عندك المبدأ؟ المبدأ يتكون من قاعدة أخلاقية وقيمة حياتية. لما تكلم بهذا الأمر يقول لك والله ما أدري. يعني معناته دكتور الآن إن إحنا نصحح السلوك أو الإجراء أو حتى الكلام اللي قاعد يظهر من بناء على بعض القناعات أو كذا، بتصحيح اللي بالضبط. شكل هذا الموضوع بالضبط. نفس السيتنجز، أنت الآن عندك آيفون مثلا، اللي هي الإعدادات. الإعدادات شنو تتغير؟ تبي تغير مثلا والله الحرف، تبي تكبره وتصغره، ما يصير تروح مكان غلط، لازم تروح مكان صح. تمام.
فهذا مهم جدا في يعني إذا النقاش فكرة معينة يعني يعتبر نوع من قد يصبح نوع من الجدل بسبب أن كلا الطرفين يعني جاءوا من بيئتين مختلفتين وعندهم قناعتين مختلفتين. الآن الاختلاف طيب، الاختلاف مدعاة للتكامل. الاختلاف أن أنا عندي أمور أنت ما تملكها، والعكس صحيح. فبالتالي أنا أدعو دائما في البيئة، في بيئة الزواج وفي البيوت، يعني كتاب تعريفين، هو التفكير التوافقي والتفكير مثلا التكيفي والتفكير مثلا التكاملي. هذه تعريفات كتبتها بحيث أنك أنت تستطيع أنك أنت شلون تستخدمها في واقع البيت. بس دكتور الآن هل هذه القضايا اللي تفضلت فيها أن الاختلاف جيد، لكن إذا كان الإطار واحد اللي هو عندنا عقيدة ومبدأ مثل ما تفضلت وأخلاق وقيم وقناعات، إذا كان لكن إذا جينا في بيتين مختلفتين وعقائدنا مختلفة، قناعاتنا مختلفة، مبادئنا مختلفة، ما يهم نهائيا. شلون؟ لأن تفعيل الأخلاق، الأخلاق إذا مثلا أعطيك مثال، الآن كلنا أنا وأنت ويعني كل المشاهدين يعرفون هذا الحديث المشهور، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه. حلو، كيف نراه واقعا؟ ما راح ترى واقع إذا الناس تعرف هذا الحديث. لابد أنك تنتقل من معرفة هذا الحديث إلى فهم الحديث. فهم الحديث لازم تنقله إلى معنى حياتي تعيشه. إذا ما تنقله إلى معنى ماكو فائدة. بس إذا كان الفهم الابتدائي للطرفين مختلف عن الآخر. بالعكس، هذا ممتاز جدا. شلون نصل إلى منطقة مشتركة؟ هل في رغبة؟ هل في إرادة؟ والأهم هل في عزيمة؟ لاحظ أبو حسين، الرغبة هي عبارة عن فكرة وشعور، الإرادة عبارة عن شعور وسلوك، لكن العزيمة هي الأهم، لأن العزيمة هي عبارة عن سلوك ونتيجة. هذا اللي بنوصله دائماً، بنوصل إلى نتيجة معينة. طيب الآن شو اللي يشكل أيضاً بيئة البيوت؟ هذا سؤال رائع جداً. الآن مثل ما قلنا، البيت فيه أب وفي أم وفي أولاد، في عامل منزلي مثلا، في ارتباطات. الأب يرتبط مع زوجته، يرتبط مع بنته، هذا نوع من الارتباط. الارتباط هو عبارة عن صلة، أنا آسف أتصل بهذا الشخص. الارتباط عبارة عن اتصال مع زوجتي، مع ابني مثلا. الآن بعد الارتباط هذا يبدأ تفاعل. هذا التفاعل شنو يعني؟ يعني ان انا اصبحت اؤثر على ولدي مثلا او على زوجتي، وزوجتي ايضا تاثر علي. هذا تفاعل مهم جدا. بعد التفاعل الحين خلصنا من الارتباط اللي هو الاتصال والتفاعل اللي هو يؤثر كل واحد مع الاخر، نصل الى في علاقه. الان احيانا بعض الاباء قد يتصلون مع مثلا البنت يقول انا مع بنتي علاقتي طيبه. اقول له صح، بس في تفاعل، ما في علاقه. يقول لهم بلى في علاقة. أقول لهم نعم، في علاقة ذهنية، ما ارتقت أن تكون علاقة ذهنية ونفسية وسلوكية فيها شعور. العلاقة هي يعني درجة من درجات يعني عمق التفاهم. بالضبط. الآن أنت تشوف شخص مثلا برا، سولفت معاه، صار في اتصال، في خلينا نقول ارتباط، وفي تفاعل، لكن ما في علاقة. لازم يصير في نوع من التعلق. فالأب مثلا أو الأم يمكن يكون موجود في البيت دائما، لكن ما في تعزيز للعلاقة. احنا مثل ما قلنا الآن في ارتباط، بعدين في تفاعل، بعدين في علاقة. شلون نعزز العلاقة؟ العلاقات انك انت الآن في افهام معينة. انا مثلا في عندي واحد مثلا من الاولاد، خلينا نقول نفترض يحب الفكر، يحب التفكير، يحب التصور، فابدا انا اسولف عن الفكر. فانت الآن هني تنمي هذه العلاقات. حيث انك لازم يعني نفرق ابو حسين ما بين العلاقه الذهنيه والنفسيه. احيانا لابد ان مثلا نتكلم عن المشاعر او الشعور، عن العاطفه، عن الوجدان. احيانا لازم نتكلم عن السلوك. فانت توسع مداركك. هل السلوك هذا هو حصيله ام نتيجه؟ الان انا افرق دائما ما بين الحواصل والنتيجه. انا بالنسبه لي كل الدنيا عباره عن حواصل، ما فيها نتيجه. نتيجه واحده يوم القيامه، يا جنه يا نار، هذه نتيجه نهائيه. إذا نتكلم خلينا نقول بمستوى يليق بالدنيا، مجموع الحواصل يؤدي إلى نتيجة معينة. أعطيك مثال، في أبي يطلع مع عياله، قال حق زوجته بنطلع، فقالت أوكي، فطلعوا العيال، فحققوا حواصل، ركبوا السيارة، تغدوا وطلعوا وسولفوا، وهذه كلها عبارة عن حواصل. لما ردوا البيت شو النتيجة النهائية؟ ما حد يشعر بالسعادة. إذا أنت حققت حواصل بس ما حققت نتيجة. لذلك البيت يجب الأب والأم
يجب أن يهتم في تحقيق نتيجة وليس حواصل. النتيجة أن يبنى هذا البيت على المود في نص دقيقة. شنو النصيحة اللي توجهها؟ كل بيت لابد أن يكون فيه أسلوب في التفكير معين، بمعنى البيوت تختلف، فلابد أن الأب والأم يصير عندهم وعي خاص في البيت. الأولاد في البيت يختلفون، في مثلا ولد عنده قيمة الحرية عالية، في آخر عنده المسؤولية جدا عالية، في آخر مثلا يحب الفكرة والتفكير ويحب يتكلم، مثلا يحب يتكلم كثير مثلا. فالأب لابد أنه يفهم أن البيت عشان يربط لازم يصير فيه أسلوب فكري من خلال وعي عالي الجودة من الأب والأم، بحيث اثنيناتهم شو يسوون أبو حسين؟ يأسسون تركيز وانتباه عالي في البيت، حيث أنه مو بس يكون موجود، يركز يشوف البيت، البصيرة يشوف خفايا الأمور، يشغل الرادار الفكري. ها والله هذا مسمى جديد. الله يسلمك. لما تبقى لي أعزائي المشاهدين إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الكريم المستشار نوفل بن عبد الهادي المصارع، مستشار الأداء والتطوير والتدريب. شكرا لك ضيفنا الكريم. الله خير، الله حفظك، الله يطول عمرك. وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة ومقبلة. حتى ذلك الحين لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية، وإلى اللقاء. في بيوتكم نور على أبوابكم، يهدى إلى أحبابكم، وشعاع منهجه بكم. في بيوتكم، في بيوتكم أسرار قرة عينكم وقرار راحة بالكم، عمر على أعماركم. في بيوتكم، في بيوتكم.